بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم ندخل في الشابتر نيميرو 3 نحكي على لي ميتازوار تريبو بلاستيك أسيرومات. واش معناها ميتازوار؟ قلنا حيوانات عديدة الخلايا. تريبلو بلاستيك معناها ثلاث طبقات. أسيرومات معناها غير مجوفة. كيفاه دركا كي نحكيو هنا كي نقولو تريبو بلاستيك واش معناته؟ تريبلو بلاستيك اش معناته؟ معناته يتكون من ثلاث طبقات. الاولى هي اكتوديرم، الزوجه هي اندوديرم، هذو اللي معروفين في الديبلو بلاستيك اندو ديرم. ثالثا وشنو هي؟ ميزوديرم. ميزو ديرم. ممكن يسقسيني واحد يقول لي كيف هي؟ نشوف الرسمه دوك نرسمهم. عندنا مثال قال هكذا، هذا هو خليه جانيه مثل الخلايا هكذا دايرين، هذا الخلايا عاملين هاك صح. هذا للبرا، هذا هو الاكتوديرم. هذا للداخل، هذا هما الاندوديرم. هذا اللي لونهم احمر هذا هما الميزوديرم. هذا الفيد هو السيلومات. يعني كي نقولوا اسيلومات لي جوفيه تعود هذه لاصقه هنا، ما كاينش الفيد هذا، تعود هذه الخلايا هنايا ودو عاملين هاك داخلين كاع، ما كاينش الخلايا الفيد صح. حنا شرحنا في افون فيتيليس نروحوا في هذه نحكيو الفترة الأولى على لومبروشمون الأول. الفرع الأول هو دي سموه الفرع الأول دي بلاثيل ميث، وهي فرع الديدان المسطحة. نحكيو على الكلاس الأول واشنو هي؟ تيربولاري وهي المهتزات بلانير. نحكيو بالضبط على العلق في الأغشية نتاعهم في التيغمو. هذا الأغشية قالك لي بيتير ميكسيلي ولي ميسكولار سيركولار ولونجيتيديني لونجيتيدينو ايدرسو فيرسو بيرميتون لي اوندولاسيون دو لا ناج. واش معناتها؟ قالك البشرة هذه المهذبة، العضلات هذه الدائرية والطولية والعضلات البطنية هما اللي يسمحوا لها بالحركة والسباحة الحيوانات هذه صح. لا صح. كاين واحد اللي يسموهم خلايا ولا عضيات تشبه القضبان، يسموها العصي هذه ريديا ربي ديت ردات. هذه الدور تاعها ديفيزي ديفازيف، سمعناها الانتشار ولا كذا كيما يقولوا بالعربيه. روحوا للبارونشيم تاعنا النسيج الحشوي، قالك هو الدور تاعو ترونسبور دي سبستانس سيليل اسيليل، الدور تاعو هو نقل الغذاء من خليه الى خليه صح. البارونشيم هذا كونتيا دي بيتيت سيليل ريجينيراتريف. اش معناها؟ معناها قالك هذا النسيج الحشوي يحتوي على خلايا صغيره للتجديد. هذه الخلايا اللي يسموها نيوبلاست، دورها تجديد مكان الجرح. كي يصرى كالجرح في الحيوان هذا يصرى له جرح، تروح هذه الخلايا للمكان ذاك تعاود تجدد الخلايا. سيستم نيرفو كونستيتوي بار دو كونغليون، قالك الجهاز العصبي
يتكون من عقدتين دماغيتين، صح؟ تيب ديجستيف، الجهاز العصبي، عفوا الجهاز الهضمي، تيب ديجستيف، سيستم نيرف هو الجهاز العصبي، تيب ديجستيف. قالك نبدا وراهو هنا، كومونس باغ لا بوش، يبدا بالفم، ومن بعد يروح الفاريناكس هو المعي، عفوا البلعوم، ومن بعد البلعوم هذا، البلعوم هذا هو البلعوم العظمي، فيريناكس مسكيلار، البلعوم العضلي هذا يفتح مباشرة على اللانستا، اللانتيستا، اللانتيستا هو اللانتيستا، اللانتيستا، اللانتيستا هو الأمعاء، عفوا، صح. ريسبيراسيون قال لك ما عندها جهاز تاع ريسبيراسيون، أبسونسيون دورغان ريسبيراسيون، لكن التنفس يتم عن طريق الانتشار البسيط للأكسجين. هي في كي باغ سامبل ديفيزيو الأكسجين. لاباراي اكستريتير، اكسكريتير، وهي جهاز الإخراج. منين يتألف؟ كومبوزي دو كانو كوليكتور لونجيتيدينون، قالك يتكون من زوج قناتين طوليتين في النهاية، صح. الريبروديكسيون سكسي، تكاثر، عندها سكسي لا سكسي. السكسي قالك اصلا الحيوانات هذون هما راهم هيرموفروديت، معناها خنثى. قالك لاتريوم جينيتال كومينيك افيك ليكستيريور باغ ان اورفيس جينيتال سيرفو ا لاكولمون اي لا بونت. اش معناتها بالعربيه؟ قالك يتواصل الأذين التناسلي مع الخارج، خارج بواسطة فرع فوهة الأعضاء التناسلية مستخدمة للتسليم والتفريخ، صح. وفي الريبروديكسيو أسكسي هما يتم عن طريق الأرشيتومي. وشنو الأرشيتومي هذه؟ الأرشيتومي هذه هي يتقسم الفرد على اثنين، ومن بعدها كل واحد، كل جزء هذاك الاخرى يعاود يجدد واش راح كاين، واش كان عنده من قبل. يعني مثلا تقسم، قال تقسم على النصف، هذا المؤخره وهذه المقدمه، هذا تاع المؤخره يخدم المقدمه جديده، وهذا تاع المقدمه وحده يخدم المؤخره، معناها يولوا شكلين متساويين، صح. عندها ثاني خاصيه واحده اخرى هي باراتومي ريجينيراسيو بي دي بوي ديفيزيون، وهي الاستكشاف البطني، التجديد ثم الانقسام. ولا لو سيكل بيولوجيك، دورة الحياة، قالك تنتج هذه الاخرى، تضع من 4 حتى 6 بيضات في الشرنقة. هذا الربع بيضات يشكلوا حوالي 10000 سيليل فيتيليز، 10000 سيليل، 10000 خلية غنية بالصفار. هذا واش كاين؟ مازلنا في الشابيتر نيميرو 3، ميتازوار تريبلو بلاستيك اسيلومات. هكا رانا مازال ثاني في رانا في لي برونشمون 1 بلاثل ماين، فرع ديدان المسطحة. نروحو لكلاس نيميرو 2 تريماتود، فرع ديدان المنقوبة. في التيغمون والأغشية نتاعو قالك ريكوفيرت باغ اون سيتيكول، مغطاة ببشرة. عنده ثاني قالك ابسونس دي سيلي، هذا الديدان غياب الاهداب. الكرواسونس ريلي بار مي سكسيف، النمو نتاعو يكون عن طريق المي، اي عن طريق الانسلاخ. البارونشيم نتاعو النسيج الحشوي كومبرون ان اماس دو سيلول او سون اكوميلي دو غليكوجين اي لا غريس. قالك النسيج الحشوي يتضمن مجموعة الخلايا، من الخلايا حيث الجليكوجين المتراكم والدهون. لو سيستيم نيرفو كونسونتري اون ان اغيار دو لا فونتوز بيكال. قالك الجهاز العصبي مركز خلف شفط الفم، هذا ثاني دي كونغليو سيريبرواد ريلي بارين كوميس. قال لك سموها
العقد الدماغية متصلة بالمقرن. ثاني حاجة واحدة أخرى absence d'organe de sens car les trématodes sont débarrassés. قال لك كيما نقولوا غياب الجهاز الحساس، لأن الديدان الطفيلية هذه هي طفيليات في الأصل، ما تحتاج الجهاز الحساس. ثاني حاجة واحدة أخرى هذا هضرنا عليه تيماتود بادي باسيت. كيلكو سيليل سونسوريال سبيسياليزي، اش معناها؟ قالك يوجد بعض الخلايا الحسية المتخصصة كاينة عندها، هذا بعض الخلايا الحسية المتخصصة. كيلكو سيليل سونسوريال سبيسياليزي. نروحو التيب ديجاستيف، واشنو التيب ديجاستيف؟ هو الجهاز الهضمي. قالك لا بوش اونتيريور دون فين فونتوس سوفر دون زان فاريناكس ميسيكلو. واش معناها؟ قالك يفتح الفم الامامي الذي يحيط به مصاصة في البلعوم العضلي. شغل الفم تاعو يتفتح ديريكت في البلعوم. اللي هي با دانوس، ما عندهاش فتحة شارج. لاباراي اكس الاخرى ورانا لي ريسبيراسيون ابسونس اباراي ريسبيراتوار، ما عندهاش جهاز تنفس. اباراي اكسكريتور وهو جهاز الاخراج، اي ايدونتيك السيل دي توربيلاري. قال لك هذا الجهاز الاخراج، جهاز هيكل الاخراج مطابق لهيكل التوربينات. حاجه اخرى ثاني ريبروديكسيون سون هذه الحيوانات، ولا هذه الديدان المثقوبه راهي ثاني هرموفروديت سموها مخنثه. لا فيكونداسيون سوفي با اكولمون ريسيب اكولمون ها وراها ريسيبروك واش معناتها؟ قال لك يتم التخصيب، هذا هنايا هنا في التخصيب نتاعو مادام راه مخنثات هذه النوعيه يقول لك التبادل بالمثل. الدوره ولا دوره الحياه سيكل بيولوجيك سو سون دي بارازيت هيترو مزان، قال لك نفس مثل الطفيليات الغير متجانسه. نروحو لكلاس نيميرو 3 الكاستود الديدان. تيغمون الأغشية نتاعها سيتيكو ليبيسي، الجلد ولا البشرة كما نقولو سميكة. ريكوفرت بار دي ميكرو تريش، شغل مغطاة بميكرو تريش. اون ديس في الأسفل، قالك واش نشوفو؟ نشوفو اون كيش مسكيلار طبقة عضلية اكسترن اي لونجيتيدينال العمودية عند انترن. نلاحظ طبقة خارجية دائرية وخلايا دائرية عميقة في الاخر. هنا يورا قالك خلايا دائرية عميقة، ها سيلول ابيدرميك بروفوند صح. البارونشيم كورتيكال اباري سو فورم دان ريزو دي مايل لوس موان لاش. واش ها في البارونشيم؟ قال لك يبان كشبكة من الخلايا الشبكية غير المستقرة. سيستم نيرفو عنده زوج كونغليو، زوج غدد. سيستم نيرفو قلنا عنده زوج عقد دماغيتان، دماغيتان هاو سيريبروال سودي متلاحمين مع بعضهم. رولي ا دو كوميسور يحمل كل منهما عقدتين ظهريتين وعقدتين باطنيتين. كوميسير انولير بورتو شاك دو كونغليو دو كونغليو دو سو اي دو كونغليو فونترو. هنا دورسو وهنا فونترو. قال لك كل هاد العقدتين كل وحده تهز زوج دورسو وزوج فونترو صح. تيب ديجستيف ابسونس. ريسبيراتوار ثاني ما كانش.
لاباراي اكس ما عندهاش الجهاز اللي تاع الريسبيراتوار، لاباراي اكسكريتور جهاز الاخراج فورمو دو كانو اكسكريتور، يتكون من قنوات اخراجيه عندها زوج فونترو زوج دورسو ريسبيرا. الاخرى الريبروديكسيو هذه ثاني باللي راه ثاني خنثى ما عندهاش ما يصراش بها شغل عمليه، مادام راهي خنثى في هذا النوع ما يصراش عمليه التزاوج بين الذكر والانثى. قالك الانو انت انتريور الاخير في كوندو للزانو بوستريور الاخر لونتريور الداخلي يخصب الخارجي ومن بعد يخرج البيض، شغل ما يحتاج لا ذكر لا انثى. كاينه كلمه يسموها كوكور بيتيغ، كوكور بيتيغ وراي كوكور بيتيغ كوكور بيتيان كوكور بيتيان، واش معناتها؟ قالك هذيك كي تعود الديدان قديمه ثم تصبح الاكياس هذه محشوه بالبيض هذا اللي راه تخصب تسمى كوكور بيتيان. صح سيكل بيولوجيك سو سون دي بارازيت هيتيروكسان، ثاني نفس عندها نفس الخصائص نتاع تاع الفطريات غير المتجانسه. هذا ما كان في البرونشمو هذا. صح لازلنا معكم اليوم نحكي على البرونشمو نيميرو 2 تاع النيماتود فرع الديدان الخيطيه. في الاغشية قال لك يعني بيديرم سيني سان سيتيال كي سيكريت اون سيتيكل اي بي سي، اش معناها؟ قال لك الاغشية يحاط بيبقى هناك بشرة تحرقية تفرش عندها بشرة شغل سميكة. لانيمال جرون با جروندي باغ ليموس، قال لك الانيمال يكبر عن طريق الانسلاخ. دون لي بيديرم عندها ربعة لين طولية، فيهم دو لين لونجيتودينال زوج متوازيين و ربعة لين لونجيتودينال طولية، عندها اون لين ميديو دورسال متوازي ولين فونترال جي بطني ودو لين ليترال، زوج لين ديتران خطان جانبيا اكثر تطورا بلوس ديفلوبي. صح سيستم نيرفو الجهاز العصبي قالك هنا نو بيريو سوفاجيان اون اونفوا نيرف فير لافون اي فير لاريير، قالك الجهاز العصبي كاينه حلقه او بها قناه حول المريء ترسل الاعصاب للامام والخلف. صح لورغان دي سونس لورغان دي سونس سو ان اكزيستون، علاه؟ لانه بارازيتيزم. اش معناها؟ قال لك هذا العضو هذا ما عندوش حواس لانه طفيلي. لا باراي ديجستيف لا بوش اي اونتوري بار تروا ليفر هيمي فيريك، اش معناها؟ قال لك الفم يحيط به ثلاث شفاه نصف كرويه. صح لو فيرون لو فاريناكس مسكولير اي باروا اي بي سي، قال لك البلعوم به جدار سميك افيك اون كوش سيتيكول مع بشره مع طبقه جلديه. صح لو دي غلوند فونكسيون الغدد دي غلوند فونكسيون، صح دي غلوند فونكسيون انتي كواغلون هذه قال لك هذه دي غلوند فونكسيون انتي كواغلون، اش معناها؟ هذه الغدد عندها وظيفه لعدم تجلط الدم ولا عدم السمو بالعربيه ايه الجلطه الدمويه، شغل تحمي من تجلط الدم. صح لانتيستا اي دروات ايماس الامعاء مستقيمه ورقيقه. صح لوريتيكوم لوريكتوم اي تيبيس دون كوش سيتيكوم، واش قال لك؟ الصرم ريتيكوم هذا سموه بالعربيه الصرم، الصرم مبطن بطبقه جلديه. بالنسبه للفيمال الصرم نتاعها يكون ينتهي فتحة الشرج، وبالنسبة لي مال لو ريتيكوم دي بوشي دون ان كلواك او لون تروفي لي سبيكيل كابولاتور كابيلاتور، اش معناتها؟ قال لك بالنسبة للذكور يفتح الصرم الى محرف حيث توجد شويكات كابولارا كاب
كابو لا تور، هذه شوي كتسموهم كابو لا تور. صح، لاباري ريسبيراتوار. لانيمال فيت ان انيروبيوس، اش معناه؟ معناه ما عندوش جهاز التنفس، ولذلك الحيوان يعيش في الهوائية. صح. لاباري سيركيلاتوار، جهاز الدورة الدموية، عندها أربع سلول، لا يوجد عندها إلا أربع سلول، أربع خلايا عملاقة، يسموهم دي سلول ناسونوف. هذه اللي سلول فيها كونتيا دو هيموغلوبين، عندها فيها الهيموغلوبين. صح. لاباري اكسكريتير، الجهاز الإخراج، نو بورت با دو بروتوني فريد. واش معناته؟ قال لك في لاباراي، يسموه لاباراي اكسكريتور، جهاز الاخراج لا يحمل، ما عندوش هذا البروتو نيفريد. صح. ينقسم الجهاز الاخراج عندنا زوج انواع على حسب نوع النيماتود هذا. اذا كانت نيماتود بريميتيف بدائي، عنده من واحد لزوج سيلول، زوج خلايا عملاقه، كل سيلول عندها مسام بوسيدو امبو اكسكريتير، مسام الاخراج اون بوزيسيون انتيريور، في الموقف الاخراج الامامي. صح. وكاين احنا قلنا بالنسبه للبداية، وفي لا فورم بلوس ايفولي، اش معناها؟ بالنسبه لي اكثر تقدما، واش عندنا؟ كاين دو كانو، زوج قنوات اكسكريتير، زوج قنوات اخراج. صح. لاباراي جينيتيال يسموها بالعربيه الأعضاء التناسلية. أول حاجة الذكر والأنثى كل واحد وحده، لي سيكس سيباري. فلي مال لاباري تاع المال واش عنده؟ أن لونغ تيستيكول، عنده خصية كبيرة، خصية كبيرة وطويلة، ما طوية عدة مرات في التجويف الكبد. هاي قالك سيب الأخرى سيباري، عفوا، لونغ تيستيكول روبليي بلوزيو فوا دون لو بسيدو كوال. قالك مطوية، شقلاي مطوية قداه المرة في التجويف الكاذب. لاباراي في مال عنده دوز اوفار، عنده زوج مبيضين لونغ، اي كونتيني ينتهو حتى للرحم، كونتيني شاكان او فيديكت بوي اوتيروس. صح. الحاجة الأخرى الريبريدكسيو، في التكاثر، يتم عن طريق الفيكونداسيون، يجي المني نتاع يجي شغل عن طريق الحيوانات المنوية وعن طريق البويضات، يتم التخصيب في الحالة العادية. انتهى هذا المحور، إن شاء الله نلتقي معكم في المحور رقم 4 القادم إن شاء الله. ولا تنسوش الاشتراك، وإن شاء الله تكونوا فهمنا، تكونوا فهمتم في هذا العجالة من الوقت. معذرة عن الفرنسية، لأن أنا شوية نفهمو حويجة بالفرنسية، وربي يوفقنا إن شاء الله، ويوفق إن شاء الله، ويوفق الجميع إن شاء الله لما فيه الخير في هذه الدنيا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.